السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مزاقان. يعني بعنوان فائدة من ذهب. الإخوان إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا السلسلة أو غادي نكملوا الدروس. اليوم عندنا الدروس ديال اللي كتهم التغاريد الأساسية، ما يسمى يعني بال الكانتو ليمبيو او الكانتي ليمبيو، يعني التغاريد كلها اللي هي الحمد لله نقيه، والاسبانيه والشرح ديالها داخل القانون الكوديو. اليوم وصلنا الاخوان في هذه الحلقه هذه وصلنا يعني التغاريد اللي كيكونوا يعني متراكبه سواء بتشيوا او بلا تيرميناسيون وتشيوا او من غير تيرميناسيون وتشيوا، يعني كان تادا او لا صدا سين ريماتي او كون ريمات او سين تيرميناسيون تشيو كون تيرميناسيون تشيو. على اينا الاخوان، غادي ان شاء الله هنا غادي نخدموا لكم واحد النموذج باش نعرفوا اشنا هما هاد التغاريد اللي كيكونوا بلا تشيوا بلا تيرميناسيون، والتغاريد كيفاش كيجي عاود يجيبوهم الطير كيجيبهم تيرميناسيون تشيوا على حسب التركيبه اللي درتي. وغادي نتكلموا كاين حوايج اللي هو الطير هو كيديرهم بلا ما تديرهم ليه انت، من الفطره ديالو ومن طريقه الاداء ديالو في ذاك التناسق ديال الكلام كيديرهم هو، خاصه الطائر المقني. فان شاء الله الرحمن الرحيم الاخوان غادي نحاولوا نسمعوا باذن الله هاد التغاريد هادو اللي هما كيف ذكرت لكم. بسم الله، هنا الإخوة فوالا، هنا هاد الطير ضرب هاد لي شونجمون هاد التكار الطلقات هما كيعاودهم هنا اللي هما أربعة ديال الطلقات وجابهم. بقات نوقف باش نكمل، بقاو بلا محلولين. دابا غنرجعوا للكلمات والمصطلحات اللي هضرنا عليهم في اول الشرح ديال الكوديغو، هما لي كوبلا اللي كتكون ابيرطا ولي كوبلا اللي كتكون ايكو كوبلا اللي كتكون يعني كامبيادا. هادو دابا هادوك المصطلحات غنبداو نخدموهم في هاد التغاريد اللي وصلنا ليهم. دابا بحال هاد الكوبلا اللي دارت هنا اللي ما عندها لا تيرميناس ولا تشيوا، هذه هي اللي كوبلا اللي كتسمى يعني ابيرطا، بقات محلوله او كتقول لها ايكو، عندها هاد جوج ديال المسميات. نعاودوها باش تسمع، باش تسمع الاخوان. واه هاو غادي يعاود هنا باش دابا غادي ندخلو اللي كتجي معاها ماتشيوا بلا تيرميناسيون. سمع، جاب تشيوا على الطلق، يعني كتسم تشيو بيلادو. تشيو بيلادو يعني رازا، بيلادو هي رازا لا تيرميناسيون، حيد لا تيرميناسيون. فوالا، دابا غادي ندخلو الطلقات اللي بالتيرميناسيون وتشيو. فوالا، هذا 5 شونجمون مقرقع مزيان الحمد لله. هذا الكلام هذا كتسمعوا عجبكم الهضره ديالكم في التركيبه اللي صوبت ديال الذهبيه، اعتمدت على هذا الريبيرتوريو هذا لانه نقي ومسجل مزيان. هذاك اللي كاين في الكوديغو ما عجبنيش التسجيل ديالو، وبغيتكم باش نوصل لكم يعني هذا الدرس وتكونوا فاهمينه من كل جانب. الاخوان نوقفوا هنايا ان شاء الله، نوقفوا هاد التغاريد باش نتكلموا، باش نهضروا ونتكلموا على التوضيح وكل ما يتعلق بالقانون والبلانيه. تغاريد كل اغروده كيف قلنا في الاول ديال التغاريد الاساسيه وفسرناها، كل اغروده ملي كتكون منفرده عندها ضوابط ديالها وعندها نقطه اللي كتعطاها
خاصة في المنفرد، كل وحدة كاين اللي كتجي من جوج النقاط ثلاثة النقاط، وقلنا ملي كيضربها هي بوحدها مع تشيوا كتزادو النقطة. ودابا جينا الطلقات المتراكبة. متراكبة يعني ملي كتولي الطلق يعني كتولي واحد الكامبيو، كتولي داخلة في الكامبيو الأغرودة، ولات الكامبيو كيولي كيكون من جوج وما فوق، جوج ثلاثة أربعة خمسة حتى العدد المحدد ليه من طرف يعني القانون. فملي كيدخل أي أغرودة، ملي كتدخل في الكامبيو يعني في الطلقات المتراكبة، كيولي عندها بحال جوج، كتعطى جوج النقطات لكل أغرودة بشريطة أن تكون خاضعة لغوربي ديالها كاملين. ملي كتكون وسط الأغرودة راه كتكون ثلاثة وما فوق. فلا ضربت أي أغرودة هنا ضربت بجوج ديال الغوربي، واخا الطير كمل الكوبلة كاملة وضربت بجوج يعني الغوربي، الحكم ما كيقيدش هذيك اللي فيها جوج ديال الغوربي، وكيشوف الاخرين واش هما خاضعين للقوانين القانون ديال العدد وكيقيدهم. هذا من جهه. من المساله الاخرى ديال الاخوان تشيو بيلادو، تشيو بيلادو الطير اللي كيديرها ما كديرهاش انت في التركيبه، الا درتيها وعجباتك كان افضل راه يجيبها، ولكن هذه من الحوايج اللي كيديرهم الطائر المقنين، وقدر يديرهم حتى الميستو، لان هادو الحوايج كيجيو يعني بحال قلتي فطريا مع الطائر. فكيتحسب هذاك الابيل كامل وتشيوا كتحسب بنقطه. في السينك شونجمون كتحسب السينك شونجمون كامل، ولا تيرميناسيون كتحسب بجوج نقط بوحده، لا تيرميناسيون وتشيوا نقطه، هي السينك شونجمون هي 11. هذا في القانون اللي كنقول لكم ديال 2014، ما كنهضرش على شي قوانين اخرى 2014. ف انت الاخ ملي تبغي تحط التركيبه يعني راه هاد الحوايج مزيان تشوفهم ومزيان تخدم بهذه الطريقه. الا خدمتي وكانت عندك قدره وعارفتي فين تحط كل بلاصه يعني من هاد التغاليد اللي ذكرنا، ف يعني ذلك افضل، يعني انت كتسهل على الطير شي حوايج، والا خليتي الطير يجيبهم راه ماشي مشكل لما كنتيش تعرف ليهم. ف يعني هاد المسائل ملي كتضرب بحال هكا ما كاين حتى شي عيب هنا، وما كاين حتى شي بيناليزاسيون اللي غادي تعطى لهاد الامور بحال هكا الا ضربها الطير. فملي غادي ندخلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الاخوان للتغاريد ديال يعني دوس كامبيوس تريس كامبيوس كواترو كامبيوس سانكو كامبيوس وما فوق، لان القانون كيمشي حتى لسبعه، غادي نهضروا وغادي نتكلموا يعني على كل حاجة كيفاش خاصها تكون، وقتاش تكون إيجابية وقتاش تكون سلبية. اليوم تكلمنا غير على المسائل يعني فحال خاص تضرب بهاد الشريطة هادي بهاد الأمور، وغادي تزيد توضح أكثر هاد الكونطادا أو لاصادا يعني يعني سواء بسين تيرميناسيون ولا كونتيرميناسيون، غادا توضح اكثر من اللي غادي ندخلوا في لي كامبيو ديال التغاريد اللي غتكون من جوج حتى لخمسه ديال لي شونجمون ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو اللي كاين الدرس اليوم الاخوان. الاخوان احنا جل هذا الشيء الحمد لله، هاد التفسيرات ولا التوضيحات ولا هاد الاجتهاد من طرف كل الاخوان، راه الهم ديالنا ماشي هو حنا كنبينوا لكم راحنا متوفقين عليكم، لا، هذا الشيء راه الصبح متداول عند الجميع، غير كنكملوا بعضياتنا. كاين الحوايج اللي انت ربما ما داستك ما عندكش علم عليها كتاخذها من عند واحد الشخص، كذلك نحن ناخذ من عندك وهكا كتبدا الولاعه. هذا وكيبقى هذا الكوديغو ما هو الا من اجل المباراه، تحكيم المباراه ومسميات المصطلحات، باش وليو كنهضروا حنا بواحد الاسلوب ديال القانون ديال التغاريد الليمبيو، ما يبقاش عندنا كل مصطلح كل واحد يهضر به يعني كلمات اللي ما كيناش داخل، نوحدوا الكلام ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان.
تبارك الله عليكم وتحياتي لكم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يعجبكم هذا الدرس هذا. ان شاء الله ندوزو من بعد نكملو، وعاد غادي نتبحروا في هذه الامور اللي ذكرناها من خلال ملي ندخلوا المسائل اللي كتجمع ما بين الايجابيات والسلبيات، كتبان لكم الامور كي دايره. تبارك الله عليكم الاخوان، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم الاخوان، تقبل الله صيامكم وقيامكم.